يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من جهر بسب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم هل يكفر بعينه أم لا؟ يضلل بهذا، اللي يسب أبا بكر أو عمر يضلل، هذا ضلال. ولكن لم يقتصر أمر هؤلاء على سب أبي بكر وعمر، بل إنهم أشركوا بالله وعبدوا أهل البيت وأقاموا عليهم الأضرحة، يذبحون وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويحجون. ما توقف الأمر على سب الصحابة أو على أمر الخلافة، وإن كان هذا ضلال مبين، لكن وصلوا إلى الشرك والكفر. بل قالوا إن أئمتنا أفضل من الملائكة، يقولون أئمتنا أفضل من الملائكة، لا يساويهم ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم.